ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تخيل انا فعلا الشخص ده، يعني انت لو شفتني مثلا لقيتني بتكلم بالطريقه دي، يعني اكيد هتقول عليا بيض جدا. ازيكوا يا اجمد واصيع فرم في صيف 2023؟ هقول لكم باختصار جدا في الفيديو النهارده انا ازاي عرفت انشف باسرع طريقه ممكنه، لان انا كنت واخد راحتي قوي في اللي هي الحته اللي هي المساحه بين الحفاظ، اللي هي سعرات الحفاظ وسعرات التنشيف، يعني كنت في النص، فكان عندي شوية كده حتت عايز انشف سنة زيادة. ما نشفتش طبعا 100% اللي هو حجرة، بس قبل ما اخش في الحتة دي عايز بس اشكر كابتن ابو ذكري، يوسف صرفي، ومعتز سلطان، احمد حسن، كابتن اسر، دايت اند شيت، مؤمن ماهر طبعا كده كده، لانه هو كده كده اصلا بيبسط الناس كلها وبيساعدها تعمل فورم بالمعلومات بس اللي بيعملها اونلاين. فالناس دي انا بقول كده لان انا بحبهم قوي، ليهم دور رهيب باشكال مختلفه. يعني كابتن ابو ذكري عمل لي برنامج ودايت ابن لذينه، خلاني ظبطني من ان انا كنت اللي هو مخي في كل حته وبتاع، وعندي بقى معلومات كتيره بقى وكده ومتجنن، بس فجاه لقيت نفسي اللي هو عايز حد يظبطني. فكان هو الشخص ده كابتن اسر، نفس القصه. قال لي في مره كده، بقول لك ايه، انا عايز اعمل لك، بس تسيب لي نفسك، عايز اعمل لك برنامج. ما مشيتش عليه 100%، بس خلاني اشوف مخه الجميل، فتح لي مخي كمان، فاهم قصدي؟ معتز ويوسف صرفي من احلى الفورم في العالم، ولما بينشفوا بينشفوا فعلا. احمد حسن ده واحد صاحبي، هو راجل يعني بيروح للحته بتاعت الكيتو شويه، فلما جيت في اللي هو فاضل لي بتاع مثلا 5 6 ايام قبل ما اسافر الصيف العيد وعايز انشف شويتين، فقلت اسال الاول قبل ما افكر انا اخد قرار غشيم، انا اسال الاول، انا ممكن اعمل قرار من قرارات الحاجات اللي انا عارفها من معلوماتي، بس ليه ما اسالش؟ ليه ما اسالش؟ ممكن حد يقول لي تريكات احسن واسرع. سالت احمد حسن ويوسف صرفي، قالوا لي طب بس ثانيه اوريكم الاول، يعني طبعا يعني عشان بس ما حدش يقول لي بقى امال ايه يا عم، دي مش الفورمه اللي مش عارف ايه، بس قشطه عجباني يعني، فاهم؟ دي اخر حاجه وصلت لها حاليا. هلبس بقى عشان ما افضلش ماسك المايك كده، بس يعني قصدي عشان بس بوريكم اللي هو ده اللي انا وصلت له حاليا، فاهم؟ في اكتر من كده ممكن، بس يعني قشطه، يعني في اكتر من كده ممكن، بس الحمد لله انا مبسوط وصلت لكده في 3 ايام. الثلاث ايام دول ببساطه جدا اكلت فيهم بالظبط كفته يومين، كفتة بس وزبادي، علبتين زبادي وسلطة وزيت زيتون. الكفتة وبروتين وفيها دهون، مش محتاجة ادخل دهون زيادة كتير قوي من بره، وزيت زيتون وسلطة خضراء عادية وزبادي بالليل قبل ما انام. الاقتراح ده كان اقتراح يوسف صرفي واحمد حسن، خلاص اقطع النشويات تماما تماما، متاخدهاش غير من السلطة، واكلك هيبقى بروتين ودهون. ويوسف قال لي، عشان هو برضو بيحب الحاجات اللي هي السكسي دي قوي، قال لي بص اهم حاجه انت هتعمل كده، وقبل اليوم اللي انت هتطلع فيه بقى اللي هو هتبتدي عايز تطلع على المسرح، عايز تطلع على البحر، عايز تطلع ايا كان، هو ده اللي تاكل فيه قبل ما تطلع نشوياتك. وفعلا عملت كده. اول طبعا ما اكلت اول نشويات، كلت رز ورقاق و رز ورقاق، وكلت بطاطا، كنت بص خلاص بقى يعني اتجننت. فجاه العروق نفرت في جسمي، جسمي فاق، ولقيت نفسي وسط رفع. ده بمنتهى البساطه الموضوع. والتركيه دي بصراحه عشان بس برضه ابقى قايل لكم ان انا بعمله كله بالظبط، انا هعمل ايه؟ انا هعمل 3 ايام في الاسبوع هاي كارب، وثلاثه تانيين يا زيرو يا لو كارب، هقلل النشويات فيهم قوي زي الكارب سايكلينج الطبيعي، بس انا هخلي ايام هاي وايام لو، مش ان انا هعملها اعلى 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 بعد كده اعمل زيرو، لا هعملها هاي لو هاي لو هاي لو. واخلي اليوم اللي قبل ما اسافر، لو اي وقت رجعت الساحل تاني، هروح قاطع زيرو كارب قبل السفر بيوم، عشان ممكن الطريق هعوز مثلا بقى نجيب حاجه في الطريق ناكلها ومش عارف ايه القصص دي، فممكن يا اما اقطع قبلها بيوم او يومين اعمل زيرو كارب، على اساس ان احنا مثلا لو سافرنا الاربع تلات خميس اروح واكل شويه هبل في العربيه في الطريق وكده، اوصل هناك جسمي جاهز. اتمنى المعلومات اللي انا قلتها دي تكون مفيدة.
شكرا للناس اللي انا لسه قايل اساميها في الاول دي، شكرا ان انتوا اصلا، شكرا ان احنا اصلا بنشجع بعض اساسا، لان انتوا في منكم بيشجعني وانا بشجعكم، يعني لان هي حاجه متبادله، مش انا اللي بشجع اصلا، يعني انه يعني في ناس فرامها منكم تحط عليا عادي وبس. شكرا وانتوا اتفرجتوا يا جماعه، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.